مساء الفل يا جماعه، واهلا بيكم في فيديو جديد وتجربه قياده جديده من عالم السيارات. تجربه القياده النهارده او عربيتنا النهارده هتكون كيا سيراتو فيس ليفت 2022 اللي طرحت مؤخرا في السوق المصري، واللي عملنا لها ريفيو مفصل من ابرز فئتين كانت الفئه الثالثه والرابعه، هتلاقوه موجود على قناتنا على اليوتيوب. اتكلمنا فيه عن كل التفاصيل المتعلقه بالعربيه. العربيه بقى النهارده هنعمل لها تجربه قياده بسيطه مش مفصله، يعني حاجه سريعه كده، هنشوف اداء الموتور اخباره ايه. موتور 1600 سي سي بتنفس طبيعي مع نقل حركه من 6 سرعات ستيبترونيك. المنظومه دي بتطلع قوه حصانيه 130 حصان و155 نيوتن متر عند 6500 لفه تقريبا. فدي كده سريعه منظومه الحركه بتاعت العربيه. فيا ترى اخبار الاداء بتاع العربيه ايه؟ مبدئيا طلعت العربيه مبشره، الطلعه مش طلعت عربيه بمحرك تنفس طبيعي، ودي حاجه لطيفه. من ضمن الحاجات بقى، خلونا كده نشوف الموضوع اللفه. معلش شفتوا اللفه دي حاجه كويسه جدا الحقيقه. عندنا طبعا اي اس بي، ودي من ضمن نقاط الضعف اللي كانت الناس اتكلمت عليها في الفيديو الاولاني، انه العربيه عدد الاير باكس فيها قليله، فهي بتعوض بقى قله عدد الاير باكس دي بانظمه ثبات مختلفه غير الاي اس بي كمان الموجود هنا في العربيه. يعني زي ما انتم شايفين كده، العربيه فيها فعلا ثبات ممتاز جدا الحقيقه، يعني حقيقي عربيه خلف التوقعات اللي انا كنت متوقعها، سواء حتى على مستوى اداء الموتور واستجابه المحرك مع نقل الحركه، او حتى على اداء السسبنشن سيستم واداء الأنظمة السلامة والأمان فيها. طيب، أنظمة السلامة والأمان في العربية من ضمن الانتقادات اللي وجهت ليها هي الاثنين اير باج الموجودين في أعلى فئات. أول فئة ما فيش فيها اير باج، ثاني فئة فيها اير باج واحدة، ثالث ورابع فئة فيها اثنين اير باج، دي رابع فئة اللي معانا دلوقتي. وعندنا كمان أنظمة ثبات مختلفة غير الإي إس بي، كمان عندنا نظام داعم للإي إس بي، وعندنا طبعًا أنظمة فرامل الإي بي إس والإي بي دي. تعالوا كده ناخد لفة على سرعة عالية. عظيم 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 عظيم. حقيقي عربية متمكنة متماسكة، مش أداء عربية 1600 سي سي خالص الحقيقة، ودي حاجة كويسة جدا. ده ملف تاني اهوت كمان أصعب شوية. على سرعة، لا عربية كويسة جدا حقيقة. لا الثبات بتاع العربية لا رائع، يعني أنا معجب. والصراحة من ضمن الحاجات اللي خلف التوقعات، من ضمن العربيات اللي خلف التوقعات، كنت متوقع إن الصراحة ألاقي أداء اقل من كده شويه، لكن الحقيقه سواء اداء التسارع استجابه المحرك مع نقل الحركه، او حتى على اداء الثبات بتاع العربيه، الاثنين الصراحه مستوى ممتاز جدا. بشكركم جدا على متابعتكم، نشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد وتجربه قياده جديده وعربيه جديده. مع السلامه.